بحضور رسمي كبير يليق بحضرة الكتاب، افتتح في العاصمة الأردنية معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 22. المعرض يشارك فيه أكثر من 400 دار نشر محلية وعربية ودولية، في دلالة هامة على كون معرض الكتاب أصبح الحدث الثقافي الأبرز محليا ومحطة مهمة على خريطة المعارض العربية والعالمية للقاء أطراف صناعة النشر. وزيرة الثقافة الأردنية أوضحت أن المعرض يمثل قصة نجاح لصناعة الكتاب وصناعة النشر في الأردن، وأصبح جزءا من الخطاب الثقافي ويمثل منصة للحوار والتواصل مع الأفكار. نحن نعمل الأردن بتعاضد وتكاتف من أجل إبقاء القدس في ضمير العالم العربي، وإبقاء ننطلق من الوصايا الهاشمية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية. وبالتأكيد هذا المعرض يحمل نوعية مميزة في 400 دار نشر من كل أنحاء العالم، وفي مساحة واسعة للكتاب الإلكتروني، مع اهتمامنا بشكل خاص بالكتاب الورقي للأطفال، لأننا بالرغم من كل هذا التحول الرقمي الذي نؤمن به، وأزرتم جناح وزارة الثقافة تجدون منصات إلكترونية كاملة بما في مجموعات متميزة تقع كل ما يتصل بمنشورات وزارة الثقافة، وكل أعمالها موجودة على منصات تفاعلية إلكترونية. فعالية المعرض تشتمل على أكثر من 65 فعالية ثقافية، من بينها ندوات ثقافية وأمسيات شعرية وقصصية ونشاطات ترفيهية وحفلات توقيع وقراءات للأطفال واليافعين بمشاركة مبدعين أردنيين وعرب. هذا المعرض اليوم أعطاني يعني أمل كبير جدا في أن الكتاب لا زال له باع كبير في هذا العالم العربي الذي قد صغر فيه ولكن كبر الآن أمامنا، وقد رأينا أطفال صغار يؤلفون كتبا ويبتكرون قصصا، فهذه القصص قد توحي للإنسان بأن ما زال هناك أمل في أن الثقافة ستظل هي كمنبر وكنبراس. المعارض العربية لها دور كبير في يعني نشر الثقافة وتغيير الفكر المنتشر بين الشباب وبين الأجيال، هذه تغيير من السلبي للإيجابي. الكتاب الورقي فتحة سهل، في متعة لمس الكتاب في جيبك، الكتاب بعض الأحيان يكون غير عن الموبايل والآيباد وهالأشياء. أنا لا أعتبره معرضا للكتاب ومعرضا للكتاب، أعتبره عرسا ثقافيا. نحن اليوم في هذا المعرض الكتاب نؤكد على أن الكتاب الورقي سيظل دوما خير جليس. صحيح نحن في عصر الرقمنة وعصر التكنولوجيا والانفجار المعلوماتي، ولكن هذا لا يغني عن الكتاب، بل إن الرقمنة الحديثة وإن التقنيات الحديثة في مجال الطباعة زادت من جمال الكتاب، فنعمة الثقافة العربية ونعمة الرقمنة عندما تتحدان وتنجبان مثل هذا المعرض الجميل. المعرض كتير حلو ومرتب، ويعني حاوي كل إشي، يعني أي حدا بده من الأطفال كبار السن وسط المدارس، حتى يعني شفت مجموعة مدارس الخاصة هيك إنه عم بيشتروا، كتير حلو. انطلاقة موفقة، انطلاقة حلوة، في حضور، في ناس يجوا يسألوا عن إصدارات، عن كتب معينة، عن مجالات معينة. لا شك أن المشهد العربي ككل صعب، والمشهد الثقافي من ضمن هذه الصعوبات، ولكن لا نفقد الأمل في الكتاب الورقي الذي عائد بقوة بعد جائحة كورونا. معرض عمان دولي الكتاب، نحن المشاركة الأولى لنا كدار الإرشاد لنشر سوريا، بس من المعارض المهمة جدا، والقارئ العماني قارئ مهم جدا. هلا المعارض بترفد الحركة الثقافية، شيء طبيعي، الناس بتدور على المعارض لتشوف الجديد عن دور النشر المحلي والدولي والعربي بشكل عام.